صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يتكلف الإنسان لبس الرداء لكي يقلبه في صلاة الاستسقاء حتى يطبق السنة، أم أنه لا يشرع له ذلك ويقلب الشماغ بدلا عن الرداء؟ يعني يحرم الاستسقاء ويصير عليه رداء وإزار، لا يتكلف، يكون عليه لباس. فإن كان عليه شيء يمكن قلبه يقلبه، وإن كان ما منع شيء يمكن قلبه فليس عليه شيء. أما أنه يحط رداء ويحرم من أجل الاستسقاء، التكلف ولا يؤمر به. نعم.